فيه كثير مراحل باش نقدروا نشخصوا في المرحله الاخيره شكون هي السلاله المسؤوله على الحاله هذيك عند الشخص فلان ولا فلان. وحنا ناخذوا عينه باش نعرفوا السلالات اللي راهم يمشيو في الجزائر في الشرق في الغرب في الجنوب. فوالا ناخذوا عينات وهذوك غادي نديروا من المسح الجيني والتشخيص بالبي سي ار والمسح الجيني باش نعرفوا شكون هي السلاله المسؤوله. اغلب السلالات اللي راهم يعني راهم يمشيو في البلاد، السلاله الفا هي البريطانيه، السلاله النيجيريه، والسلاله الدلتا هي السلاله الهنديه اللي اكتشفنا 7 حالات حتى لجوان شهر جوان اللي فات. السلاله الحاليه اللي راهي تشكل خطر على المنظومه الصحيه في جميع البلدان هي السلاله دلتا. يعني عندما ناخذ مثال في بريطانيا، السلاله هذه دخلت لعندهم في شهر واحد كما يقول لك الا غومبلاسي لا سوش الفا، لا سلاله يعني هي سلاله سريعه الانتشار. ولات واحد تنتشر رابيدمون. دوزيام الخطوره تاع السلاله هذه الهنديه هي سلاله عندما تدخل عند الانسان راح تتكاثر بسرعه. يعني تتكاثر بسرعه يعني الانسان راح يولي مريض في اقصر مده، اذا كانت مده الحضانه هي 6 ايام 7 ايام ولا حتى 14 يوم، مع السلاله الف هذه الهنديه راح تختصر المده هذه تولي 5 ايام 4 ايام. لا لي فاكسان اللي راهم اكطويلمون سير لي يوتيليزي، المناعه اللي راهي طورناها مع الفاكسان هذه تقعد فعاله لحد الساعه في السلاله الهنديه للحمايه من لا فورم غراف تاع لا مالادي تاع كورونا فيروس. نقدروا نديروا انفيكسيون باسكو رانا نشوفوهم لحد الساعه يا دي كاد انفيكسيون عند لي فاكسيني، مي لافونتاج سي كو لو باساج على فورم سيفيريان لا فورم غراف تاع لا مالادي هذه راهو قليل بالكثير حتى 95%.